أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا
وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا
لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. قال له صاحبه وهو يحاوره: قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، فقد كانت هذه التلاوة القرآنية المباركة مما تيسر من سورة الكهف كانت أولى شعائر صلاة هذه الجمعة التي قد تكون الأخيرة في شهر رمضان لهذا العام، والتي يحضرها الأستاذ الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء مندوبا عن السيد رئيس الجمهورية إحياء لهذه الشعيرة من شعائر الله عز وجل وحفاظا على هذا التقليد السنوي المبارك. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، نحن الآن في انتظار أن يرفع أذان الظهر. يحضر هذه الصلاة التي قد تكون الأخيرة في هذا الشهر المبارك عدد من السادة الوزراء وكبار رجال الدولة. الآن حان موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ويرفع الأذان فضيلة الشيخ الدكتور أحمد نعينا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.
هيا للصلاة. حي على الفلاح، حي على الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم مقامًا محمودًا الذي وعدته. وبعد، فقد أذن لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة ظهر الجمعة التي قد تكون الأخيرة من شهر رمضان هذا العام. قام المسلمون هنا يؤدون ركعتي السنة امتثالا لأمر النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. تلهج ألسنتهم بذكر الله عز وجل. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، كان السلف الصالح رضوان الله عليهم جميعا يودعون شهر رمضان المبارك دامعة قلوبهم، باكية عيونهم، ولسان حالهم ومقالهم يقول: لهفي على شهر الصيام، ولا ولم نوف الذمام، ولا ولم نشف من سلساله حر الأوام، ومضى قصير الظل ما بين البداية والختام. اقترب شهر رمضان من نهايته، غير أن المسلمين يتشبثون بآخر أيامه، ويتشبثون بآخر بركاته، خاصة بركته الكبرى ليلة القدر. يلتمس المسلمون اجتهادا هذه الأيام، هذه الليلة المباركة، بما فيها من وعود الرحمن عز وجل وفيوضاته التي ليس لها نهاية، امتثالا لأمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يقول النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم: أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسا لم يعطهن نبي قبلي، أما الأولى فإنه إذا كان أول ليلة نظر الله إليهم، ومن نظر الله إليه لا يعذبه أبدا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال: وأرى فضيلة الإمام الأكبر يرتقي درجات المنبر ليخطب المسلمين خطبة الجمعة. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر